بليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه خلي اليوم الشوم ده يغور يا ام محمود. عادي حبيبتي انا صار لازم امشي لان مسافرين بالليل انا وعمك جميل. طيب ماما تمنين عليكم بس توصلوا. هاتي يا عمي بتاعت رح قطيها لأم محمود تغير له. العوض بسلامتكم. والله ما بعرف شو بدي قلك. الله يصبركم ويجعلها خاتمة الأحزان. حبيبتي رح اشتاق لك كتير. ديري بالك على حالك وعلى صغيري ها؟ بقية بحياتكم. حياتك الباقية يا فندم، تفضلي. سنة عدت والجرح لسه ما طبش. كفاية يا نادية. وحياة الله. ربنا كبير وقادر يصبرنا. إن شاء الله. يا رب. عايدة. ربنا بيحبكوا أنتي وفريد، إن أنتوا مش عايشين هنا. كان زمانكم لقيتوني عندكم كل شويه عشان اشوف حبيبه قلبي ناديه. احنا كنا بنتمنى نكون حدكم بدل ما احنا لوحدنا ببورسعيد. انت لسه ما تعودتيش على البلد؟ لا اتعودت. صار عنا اصحاب اوقات بنروح نتمشى على البحر. البلد هونيك حلو. اوعي يكون فريد مزعلك.
لا ابدا، فريد عم بيعمل اللي عليه وزياده، بس الواحد بس يكون بعيد عن اهله بضل يحس بغربه. بكره بس تخون ناديه البيت هتملي عليكم، ولادك هيبقوا هم اهلك وناسك. خد اللي انت عايزه، بس اتعرفني هتاخد ايه. رواية فيها خيال حلو جدا. الخيال دايما حلو، وهيبقى احلى وامتع لما يتحول لعمل فني علشان حد تاني غيرك يشاركك فيه. مبقاش موضوع الكتابة يشغلني زي الاول، اذا انا حب الادب مش سبب كافي ان الواحد يبقى اديب. اللي شغلني انتو، ماما حالها مش عاجبني، بقيت قلقان عليها، قلقان عليك انت كمان. غصب عننا يا فريد، قضانا غالي، بنحاول نتعود لكن صعب. طيب ما تجيب ماما و تيجوا عندنا، هتغيروا جو، البحر هناك هواه يرد الروح. طب امال انت ما بتروحش البحر ليه؟ اصل لو كنت بتروح كانت روحك اتردت لك زي انت ما بتقول. هتقعدوا معانا شويه ولا لسه مصممين تسافروا بكره؟ انا لازم ارجع، عندي شغل في المستشفى، بس هشوف مع عايده لو تحب تقعد هي ونادي هنا كم يوم. بس مين جه؟ أبلة سوزان جت. شوقي شوقي شوقي. ما كنتش متخيلة إن كلمة أبعدية معناتها بعيد قوي كده. أنا لو كنت أعرف ما كنتش رضيت أجي هنا أبدا. معلش سامحيني، بس أصل يوم ما جيت لك عشان البروفة اتأخرت قوي، وإسماعيل حلف إن أنا مش رايحة المشوار ده تاني. خلاص يا حبيبتي ما تجيش، بس بقي خلي اسماعيل افندي يبقى يفصل لك فساتينك على ايده بعد كده. اجي اقفل لك السوسته؟ لا لا انا بقفلها. مش عارفه برافان ايه ده اللي بتغيري وراه؟ وانت عندك حاجه مش عندي؟ بعدين هي اول مره؟ انت طول عمرك بتقيسي قصادي، في ايه؟ انا خلاص خلصت. طيب وريني كده عشان لو في مشكله ابقى اخده معايا عشان اصلحه لك. لا تاخديه فين؟ احنا مسافرين بكره. احنا رايحين نسهر في اكبر كازينو في مصر. وده بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة، اسماعيل قرر يعمل لي مفاجأة. وده من امتى ده؟ ده ناقص يحطك في ام ويقفل عليكي ويرميكي في عرض البحر عشان لا يطولك لا عدو ولا حبيب. طول ما ليلى متهنية وبتضحك أهانا الأم ده على قلبي زي العسل. يا خبر، ده طلع مفتوح قوي، أنا لا يمكن أعرف ألبسه كده. ما هو الموديل كده، ما أنت اللي منقياه من ماري كلير. لازم نقفله شوية، مش هرتاح فيه كده خالص. انت اللي مش هترتاحي برضو؟ وحياتك يا أبلة طوعيني اعملي معروف، انت مش عارفه انا ممكن يجرى فيا ايه. ايوه انا بقى بدي اعرف ايه اللي ممكن يجرى لك يا كريمان. اسماعيل ممكن ينكد عليا وما يودنيش السهره خالص. بس كده؟ وهو ده قليل. كريمان انت عارفه ان انت غلاوتك عندي من غلاوه والدتك الله يرحمها، وانا ما جيتش هنا عشان الفستان وبس، انا جيت عشان بقى لي مده عايزه اطمن عليكي. قلقانة. اطمني اطمني على الآخر. بكرة أنا هسافر مصر وهسهر في الكازينو واتفرج على رقصات ولا في الأفلام. فاكرة يا أبلة وأنا صغيرة كنت بحب الرقص إزاي؟ هنعمل إيه بقى في الفستان؟ يرضيكي إن أنا أضطر ألبس حاجة قديمة من اللي عندي؟ ممكن أقفله باقي القماش. السواق اللي هيروحني يستناني نص ساعة، أعمله وأبعته لك معايا. ده أنتِ أحلى تمتزان في الدنيا. ربنا يخليكي ليا. وفين الحمام اللي عندكم؟ اهو اتفضلي. طيب اقلعي انت بقى الفستان عشان اخده معايا، وخلي السواق يجهز العربيه ويستناني عشان ما نتاخرش.
Entrez. منى دي فين؟ طنط أخدتها لحدها، قال بدها تنيمها بحضنا. أنا كنت لسه بقول لبابا يجيبها ويجيب بورسعيد يغيروا جو. لو تحبي تفضلي أنت ونادي هنا كام يوم وأنا هاجي أخدكم كلكم مع بعض. داكور. أنا ممكن أجي أخدك لما تعوزي ترجعي. ترجعي كلمة بتنقال لما حدا يكون راجع على مكان هو عن جد كان فيه. تقصدي ايه؟ انت شايف اني كنت معك هونيك بالبيت يا فريد؟ يمكن كنت معك هونيك بحكم اني مرتك، بس من يوم ما رحت لك وانا مش حاسه اني معك، حاسه انه حياتك من قبلي اكيد كانت مريحتك اكثر، وهيك عم تطلب مني انه انا ونادي نضل هون، وانا شايفه انه هيدا الخيار الصحيح. هيدا انا كنت بقول لك كم يوم بس، وده لو حبيتي. وانا عن جد حبيت، بس حبيت اعمل الصح وارجع عند عائلتي على لبنان. انت بتكبرها مواضيع، لكن مجرد اقتراح. اذا بتريد فريد بلا ما نضحك على بعض اكثر من هيك، والا رح تكون سرقه اعمار. احنا لما قررنا ان انت ونادية تيجي تعيشوا معايا هناك كان عشان نبقى عيله مع بعض. لا، كان مشان نادية تكون وسط عيله عن جد، مش بي وامها بيجتمعوا غير بالعزومات وبالمناسبات الاجتماعيه. العزومات والمناسبات دي انا بروحها عشانك. أنا لولا الحياة اللي خلقتها لنفسي أنا كان ممكن تق يا فريد. نحن كل واحد فينا لوحده، حتى لما بننزل نتمشى مع بعض بحسك شايل هم كل لحظة صمت بتحط بيني ومش عارف شو تحكي. بحس يا فريد يصلي مش بإيدك، أنت مش قادر. ارجعوا معايا. أوعدك هنبتدي صفحة جديدة. عايدة الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عاملين ايه؟ الحمد لله. انا هدخل نادية واجي اخد الشنط. انا اذنك. كيفكم انتوا؟ اسكتي يا عايدة، ده انا ما كنتش ملاحقة ارفع راسي. البيت اللي عندي من كام يوم اخد حمام سخن ونزل في الهواء، طبعا استهوى ورجع لي عيان. سلامته. كيف صار هلا؟ عنديني بعمل له اللازم. نزلت بنفسي رحت السوق علشان اجيب خضار للشرب، لازم اعمل له كل حاجه بنفسي. انت عارفه ما اقدرش اعتمد على اي حد ابدا. طب اتفضلي، مش معقول نعمل زياره بالشارع. وماله، خدينا بنونس الكونستابل لحد ما عزيز يرجع وتمسك في خناقه. معقول اهو وصل خبر؟ انا لسه كنت بقول
ريتني افتكرت حاجه عليها الايمي. انا هروح اشوف العيان اللي عندي ده بقى، وقولي الفريد يبقى ياخدني اشتغل معاه في المستشفى، انا خلاص بقيت خبره عيانين. ما هو طبعا لازم يجي له دور برد، اصله فاكر نفسه لسه شباب. سعيده يا ماما. اهلا، جبت العيش؟ مال العيد شاي الجوافه حلوين، عيني راحت لهم. ضحكوا عليك يا منيل، هتلاقيها مسخه دي لسه البشاير. لكن نفسي راحت لها يا ماما. خضار تاني؟ حد يسيب رزق الخريف في عزه ياكل خضار؟ نرميه يعني عشان انت بتتوحم على السمك؟ كان صاحي وبيلعب في المشنات وشكله مبطرخ ويفرح، كان هين عليا اجيب شروه شبار، بس انا عارف حضرتك بتحبي تختاريه بنفسك. طبعا لازم انقيه بنفسي بدل ما يضحكوا عليك. فاكر ديك النهار لما جبت لنا الكابوريا كان فيها 3 نتي بس؟ انت تجيب اللي انا اقول لك عليه عشان ما فيهش مجال للغلط. تصبيرة بس لحد ما الأكل يجهز. طب كنت تغسلها الأول. صاحبك رجع هو ومراته. فريد؟ آه فريد، هو في غيره؟ طب إحنا لازم نروح نواسيه علشان ثانوية أخوه. أخوه إيه بقى؟ دي ست مراته ولا على بالها، واقفة لي تتسامر في الشارع مع التانية رخرة اللي عاملة زي الست المسخوطة دي. مين؟ ستي احضر الغداء يا ستي. ايه ستي دي؟ انا كم مره قلت لك احنا مش في الغيط هنا. طيب احضر الغداء. اتفضلي يلا. السرير. انا مش قلت لك لو احتجت حاجه تندهلي؟ انا كويس خلاص والله، انا كويس من امبارح، كنت ممكن انزل الشغل لولا اصرارك على قعدي. ايوه طبعا كان لازم اطمن عليك. طيب بما انك بقيت كويس، ايه رايك نروح النهارده نزور فريد وعايده؟ هما رجعوا من مصر خلاص. خلينا نسيبهم يرتاحوا، انا ماليش تقل على الزيارات النهارده. انا واخده بالي ان انت ما بقاش ليك تقل على حد ولا على اي حاجه خالص، وده مش عاجبني. شويه مشاكل في الاوتيل، ما تشغليش بالك. يا دي الاوتيل اللي واخدك مني، لا تكون ناوي تقضي وقت اكتر من كده في الشغل كمان. الغدا جاهز يا س... دموازيل، دموازيل نبيله. لو ما زال نبيله الغدا جاهز. مش هتجنني يا بابا، غيرها لي مشيها، مش قادره عليها يا حبيبتي. دي ما بقالهاش كام يوم، بكره تتعود على طبعك، بس اصبري عليها شويه. دي ما ينفعش تطلع قدام الضيوف خالص. ما تطلعيهاش يا ستي قدام الضيوف، بس اديها فرصه يا حبيبتي، مفيش واحده هتيجي على مزاجك بالظبط. يعني انا اللي طبعي صعب وما بيعجبنيش العجب؟ قصدي يعني انه دي هتبقى سابع واحده نجيبها ونمشيها قبل ما تكمل جمعه. ما هو اللي مش هتتعلمه في جمعه مش هتتعلمه في شهور. لا لا ان شاء الله هتتعلم كل حاجه وهتبقى تمام، ما تزعليش نفسك انت بس. ما هو لو حضرتك بتشوف اللي انا بشوفه معاهم كنت هتفهم. هتوحشيني يا حبيبتي عشان خاطري يا ام سعيد وحياتي. اوعي تسيبيها تعيط. حاضر. وانت يا حمديه لعبيها وضحكيها، وانا هجيب لك حاجه حلوه وانا جايه من مصر. ربنا يخليك يا ستي. بنت عم الاستاذ اسماعيل هتيجي تبات هنا معاكم، تشوفوا طلباتها وتسمعوا كلامها، ولو حصل اي حاجه هي عارفه اللوكاندا اللي احنا نازلين فيها في مصر. النبي يا ستي ما تفوليش، هيجرى لها ايه يعني؟ انا اديت لها الحمام بتاعها خلاص. اوعوا تفتحوا الشبابيك لحسن تستهوى. مش هتاخر يا قلبي ماما، مش هتاخر، مش هتاخر. سافري يا ستي وانبسطي، والنبي ده انت هتغمضي عين وتفتحي هتلاقي نفسك هنا تاني. ايه التأخير ده كله؟ حاضر حاضر يلا بينا. ايه ده؟ هي ايمان فين؟ هي ما جاتش معاك؟ زمانها على وصول. يعني هنسيبهم هنا لوحدهم؟ لا ابدا، خليكي معاهم انت كمان. خلاص خلاص حاضر حاضر. ها
بتوحشين. Entrez. صحيت ونازل؟ فكرتك نايم. آه فعلاً أنا كنت نايم شوية وصحيت وخدت حمام. ونازل؟ آه نازل أشتري حاجة. أجيب لك حاجة معايا؟ لا ميرسي. بتحب حضر لك العشاء على السفرة قبل ما نام؟ لا أنا مش هتأخر. ما تخلينا نتعشى سوا. داكو. وريد تخلي الست نادية تتعشى وتنام عشان نعرف نقعد مع بعض. خير يا فندم. إزازة نبيت أحمد. حاضر حضرتك المدام. مساء الخير. مش تقول برضو ان معاك المدام يا اسماعيل كده برضو يا اخي جبني عزول. لا ابدا ما تقولش على نفسك كده، ده انت تنورنا. شريف فهمي واحد من اعز اصدقائي. المدام مساء الخير يا هاني. اهلا. هات لنا كاس تالت لو سمحت. حاضر. ملوش لزوم يا اسماعيل انا مش هشرب. معلش هات كاس احتياطي. صحة ليلة حلوة. صحة. طيب عن إذنكم. على فين؟ محتاج أروح الحمام. دقايق ورجع.
المكان حلو قوي هنا مش كده؟ دي أول مرة تيجي هنا؟ أيوة. أهو ده بقى من أحلى الكازينوهات اللي هنا في مصر. خيرية مش جاية بكرة؟ مالها بكرة الصباح؟ يبقى خلاص سيبي كل حاجة على السفرة وتعالي نسمع شوية مزيكا قبل ما نضطر نسمع وصلة أخونا نادية حنم. يلا خلصت. فينا نسمع هيدي الغنية؟ أكيد. بسطتي؟ ده قوي قوي يا اسماعيل. ايه اكتر حاجة عجبتك؟ الرقصات الفظيعة. ولا الفساتين؟ الفساتين دي كانت حكاية. ولا ما كانوا بيعملوا الحركات كده وبيعملوا الحركة دي. يا ده انا حاسة ان انا شاربة من كتر ما انا سعيدة. يا ريتك كنت طوعتيني وشربتي معايا. وليه؟ ما انا بقول لك ان انا سعيدة اهو. ده انا حاسه ان انا شاربه ازازه شمبانيا واكتر. كنت بتحبي الشمبانيا؟ انا عمري ما شربت غير معاك. طب وليه بطلتي؟ عشان بقيت ام ولازم ابقى فايقه 24 ساعه اذا مش اكتر. طيب انت النهارده مش ام، تعرفي تبقي زوجه وبس؟ احنا تعبنا قوي النهارده يا اسماعيل، ما بين السفر والسهر. خلينا بقى ننام قبل ما النور يطلع. لا، اذا كان كده انا ممكن اخليه ما يطلعش ويستنني انا اقول له يطلع امتى.
ده انت على كده بقى تبقى متفق معي؟ مظبوط. ممكن كمان اخليه يغيب وما يطلعش تاني لو حبيت. هذا شر يا اسماعيل، ما تقولش كده. ما انت اللي بتقولي عايزه تنامي قبل ما يطلع. حياتك يا اسماعيل، انا تعبان. امبارح كنت عايزه ليلى تنام في حضنك عشان هنسيبها ونسافر، واول ليلى كانت تعبانه، واول ما كانتش عارفه تنام، واول كانت قلقاكي. طب النهارده يا ترى ليلى ايه؟ اسمعي، الاوتوموبيل سخن وهتحط ميه؟ الاوتوموبيل الوالد كان بيسخن ولا ايه؟ الاوتوموبيل ما فيهوش حاجه، بس انا اللي قلت ما ينفعش يبقى قدامنا فرصه نعدي على هنا وما نجيش. اتفضل. الحمد لله على السلامة يا فريد. الله يسلمك. اتفضل يا عزيز. تعيش وتفتكره. ميرسي. أنا بقى خلصت الحسابات بتاعت العمليات وتقريبا شغل النهارده خلص، فقلت أنزل أشق عليك يعني. كويس؟ مش يلا بقى يا اسماعيل؟ بس كفايه. هي دي مشكلتي معاك، عمري ما عرفت احس معاك انه كفايه. انت عامله زي الميه دي، تجري جوايا في دمي، بس مش عارف امسكك. انت ليه اخترت المكان هنا لما اديتني اول ما عبني؟ عشان انت كنت مصر ان احنا نتقابل في مكان بعيد عن البيت. انما ليه؟ عشان المكان ينفع نتكلم فيه براحتنا. انت كنت متعوده تاخدي راحتك من كده؟ جاوبيني بصراحة يا كريمات، من غير ما تزوري. أنا بس بدي أفهم. عايز تفهم إيه؟ أفهم اخترتيني أنا ليه؟ أنا اللي اخترتك ولا أنت اللي جيت لي؟ ما كنتش لوحدي اللي جيت، عشان شفت في عينك اللي قلبك كان بيكنه ليه. كان؟ فهمت؟ ممكن نمشي؟ ليه؟ تخلينا قاعدين هنا لحد بالليل. احكي لي شوية عن المكان هنا لما الدنيا بتعدي. أصل كنت متعودة تجيبيني بالمنار، ما
لما انت اكيد كنت بتيجي هنا بالليل صح؟ انا هستناك في الاوتوموبيل. ايه؟ مش طايقة تقعدي معايا هنا؟ بفكرك بحد؟ طب ما تقولي لي كده كان بيقنعك تقعدي ازاي وانا اقنعك؟ انت اكيد مخك جراله حاجة. الجنين ظهر عليك خالص. انا اتجننت من ساعة ما عرفتك. اسماعيل انا مش عايزة اتخانق. ممكن بعد اذنك نروح عشان انا نفسي اشوف ليلى قبل ما تنام؟ انت فاكره ان محدش خلف غيرك ولا ايه؟ ما كلنا كان عندنا امهات. ما شفناش ام بتعمل اللي انت بتعمليه. هو انت يضايقك ان انا راعي بنتك؟ انت مش هتعلميني الرعايه اللي تستحقها بنتي؟ انت محتاجه تراعي جوزك، تراعي نفسك. هو انا قصرت معاك في حاجه؟ هو انت تقدري؟ أمال إيه؟ أنت بتعمل معايا كده ليه؟ عشان بتعملي حاجة من ورا قلبك، من غير نفس. أنا من يوم ما ليلى جت وأنا وهبت لها كل حياتي، مش شايفة في الدنيا دي غيرها، حتى نفسي أنا نسيتها عشانها. ده كتير عليك يا هول، بجد حرام. انت محتاجة تستريحي خالص الفترة اللي جاية. حاضر حاضر يا اسماعيل، بس عشان خاطري يلا. ليلى مش متعودة ان هي تقعد كل الوقت ده من غيري. يلا. بس ليلى مش في البيت. مع إيمان اللي هي في مقام عمتها. لا هم لسه ما رحوش، بس هم في الطريق. على فين؟ على متن أفخم سفينة هتتحرك بيهم من بورسعيد على مدينة النور اللي هي باريس اللي عمرك ما شفتيها. انت ما بتعملش كده فيا ولا فيها. انت بتقول كده عشان انا زعلتك صح؟ صح؟ ما زعلك تاني يا أمل، والله ما زعلك تاني يا أمل. أبوس رجلك. قومي. أبوس رجلك. توسخيش نفسك، أنت مش ناقصة. مش زعلك تاني يا أمل. قولي إنك بتهزر. بنتي أنا عايزة بنتي. انت ما ينفعش تعوزي من اصله، انت بالكتير تتعازي. حاضر بس هاتني بنتي. ولازم ما تتمنعيش عني ابدا. حاضر. عشان انت اتخلقتي عشان تكوني عشاني. حاضر. انت صح، بس انا عايزه بنتي. ليلى تنسيها. لا. ليلى بنت اكابر وهتعيش عشت اكابر. لا انت ما تعرفيهاش عشان انت ما تعرفيش غير انك تكوني ليا. انت فاهمه؟ لانك عمرك ما هتكوني غير ليا يا زباله، عشان انا بس اللي رضيت بيكي. انا عايزه بنتي. بتعمليه ده؟ بتمنعي عليا؟ بتمنعي عليا يا كلمان؟
انت تنام منها عني. ولا قد أعرض للانسحاب.